رعت سمو الأميرة منى الحسين حفل افتتاح مهرجان عمال الأوبرالي في دورته الثالثة، وبعرضت في الحفل الافتتاح الذي حضره السفير الإيطالي في الأردن فابيو كاسيزي وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية أوبرا حلاق إشبيلية من بطولة السوبرانو الأردنية زينة برهوم. للمزيد بالتقرير التالي مع الزميل مصطفى السحوري. مهرجان عمان للأوبرا، وهو المهرجان الأوبرالي الأول من نوعه في العالم العربي، إنجازا بارزا في دورته الثالثة، حيث استعرض أوبرا حلاق إشبيليا للإيطالي جواكينو روسيني في إنتاج مشترك مع دار أوبرا بولونيا، وذلك تحت رعاية الأميرة منى الحسين وبحضور السفير الإيطالي فابيو كازيزي في الأردن وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الأردن. فكرة المهرجان بلشت بسنة 2017 برؤية لأنه ينبني دار أوبرا بالأردن، لأنه ما عندنا دار أوبرا زي البلدان العربية المجاورة، فبلشنا بفكرة صغيرة لمهرجان أوبرا اسمه مهرجان عمان الأوبرا، وبأول إنتاج معروف عالمياً اسمه لا ترافياتا، هي أوبرا مشهورة كتير. هاي كانت أول سنة، وثاني سنة عملنا أوبرا لابوام 2018 السنة الماضية. بلشنا كمان برنامج تعليمي كتير مهم اسمه عين على الموسيقى في التعليم. حلاق إشبيليا هي أوبرا كوميدية هزلية كتبها المؤلف الإيطالي الشهير جواكينو روسيني، وأعادت السوبرانو الأردنية زينة برهوم تمثيلها لشخصية الشابة روزينا التي كانت تقع في حب الشاب الكونت المافيفا، ومثل دور فيجارو الفنان يوما شيميزو، وصاحب العرض أوركسترا أوبرا بولونيا والتي تضم موسيقيين من المعهد الوطني للموسيقى في الأردن. حيكون التعاون هاي السنة مع دار أوبرا ببولونيا، وهو الإنتاج كله بشكل عام كان بالتعاون مع دار أوبرا ببولونيا، سوينا تدريبات برضو ببولونيا والباقي كان هون. واللي كنت أحكي عن الإنتاج السنة الماضية اللي هو لابوام برضو من أوبرا مشهورة عالميا، إنه شاركنا كورال أطفال من الأردن برضو لأول مرة، كان كورال أطفال بيغني بأوبرا بعمل أوبرالي كامل، فهاي الشغلة كانت كتير حلوة، لأنه برضو الفكرة من المهرجان إنه يثقف الجيل الجديد عن الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا بشكل أخص، طبعا بما إنه إحنا تخصص المهرجان هو الأوبرا. تسعى زينة برهوم ومنذ انطلاق النسخة الأولى من المهرجان الأوبرالي إلى نثر البذور التي ستثمر عن نمو ثقافة الأوبرا في الأردن والعالم العربي، وربما تلهم بناء دار أوبرا لهذا الغرض في العاصمة الأردنية عمان.